دلوقتي هنشتغل الهايبريد. الهايبريد يعني مهجن او هجين او مختلط. هو جي اي عامل ايه بقى في الحوار البايلوت؟ عامل حاجه اسمها بي او تي تي، دي للديستنس، دي للديستنس وفيها اوبشن دايركشنال، وعامل حاجه اسمها البي او تي تي 1. انا مش هختبر اي حاجه تبع الدايركشناليتي دلوقتي. البي او تي تي 1 بس دي على السريع، اللي هي دي اصلا دايركشنال بس، يعني دي ما تتفاعلش مع اي زون، دي هي دايركشنال سلولي كده لوحدها للدايركشن. وعامل حاجه اسمها هايبريد. هايبريد يعني الاثنين مع بعض، الاثنين مع بعض، وقام حاطط معاهم حاجه ثالثه، حاجه اسمها الويك انفيد. الويك انفيد احنا قلنا ليها حاجتين، حاجه اسمها الايكو وحاجه اسمها الايكو وستريب. ايه حوار الايكو وستريب؟ لو الريموت اند او الطرف الثاني اصلا السيركت بريكر اوبن، السيركت بريكر بتاعه اصلا اوبن، فبالتالي مش هيبعت، فبالتالي مش هيبعت، فبيعمل ايكو. لو هو اوبن بيعمل ايكو. طب لو هو كلوز، لو هو كلوز بيعمل ايكو وبيترب. وانا انا عايز يبعت وفي نفس الوقت هو كمان يترب تاني. لو ادي اهو، يبقى انا عندي حالتين، انا عندي لوك ان فيد ايكو، ايكو بس لو السيركت بريكر هناك اصلا اوبن. طب ايكو ستريب لو السيركت بريكر اللي هناك كلوز، فمعناه ان هو ايه، هيعمل ايكو هيردها لي وفي نفس الوقت يفتح البريكر اللي هناك، ده الايكو ستريب. الاثنين دول عباره عن ايه؟ الاثنين دول لوك ان فيد. الوك ان فيد كفانكشن كمسمى هو حاططها لي في الهايبريد، فالهايبريد دي تعتبر ايه؟ خليط كده لكذا ايه؟ كذا حمال. طيب تعالى نشوف الهايبريد بي او تي تي، هي عباره عن اي بي او تي تي عاديه جدا. لو جالي زد 2 هنا بقى خلاها او دايركشنال، يعني هناك كان مخليها اوبشن، هنا حاطينهم الاثنين في نفس الجيت في نفس الاور. هناك كممكن كاوبشن اوف اون، فهنا لو جه ديستانس او زد 2 وفي نفس الوقت، وفي نفس الوقت ده كده اور، دي لو حصل وفي نفس الوقت جه استقبلت اشاره، ادي اند جيت اهي مع الاشاره، ادي الاشاره اللي هو الار اكس، الار اكس 1. لو الاثنين دول حصلوا خلاص يا عم روح اعمل هايبريد بي او تي تي اوبريد. طيب ايه تاني؟ الاوبريد تشتغل امتى؟ تشتغل في حاله، احنا قلنا في حاجه اسمها ايكو وايكو ستريب، دي بقى الوستريب. الوستريب دي يعني ايه؟ يعني الويك انفيد لو حصل هيعمل، هيبقى فيه ثلاثه اوبشن، لا اما اعمل ديسيبل للويك انفيد اهي، لا اما اعمل ديسيبل للويك انفيد، لا اما اعمل انيبل، لا اما كاستمايز بشروط. طيب يعني الانيبل دي هيعرف منين ان هو السيركت بريكر اللي هناك مقفول؟ ما انا دلوقتي عايز اترب السيركت بريكر اللي هناك، هعرف منين ان هو مقفول؟ هعرف من اللاين بيك اب لاين اند اوبن. وهعرف ال 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 هعرف من اللاين بيك اب، لا انا اسف، هي يعني انا بعتبر نفس السيركت بريكر المفروض يترب. هعرف منين من ان 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 السيركت بريكر مقفول ولا مفتوح؟ هعرف من برضو اللاين اند اوبن سواء بيك اب ولا لا، وهعرف من الاوبن بول، يبقى دي اند جيت. اول حاجه ما يكونش ديد، ما يكونش هي منفيه، اهي منفيه، ما يكونش اللاين بيك اب مع اللاين بيك اب، دي بيك اب، يعني ما يكونش ايه، ما يكونش ديد يعني لايف يعني شغال. ثاني حاجه اوبن بول، ما يكونش اوبن بول يعني كلوزد برضو يعني شغال. تالت حاجه الاندر فولتج تريب حاصل. طب ايه لازمتها بقى الاندر فولتج؟ ما انا كده اتاكدت من الاوبن لوب وتاكدت من اللاين بيك اب. الاندر فولتج معناها ايه؟ اللاين بيك اب او اللاين بيك اب لاين اند اوبن بيك اب، دي جواها فانكشن اسمها اللاين بيك اب اندر فولتج. يعني لو احنا رحنا لللاين بيك اب هنا، ادي اللاين بيك اب جواها حاجه اسمها اندر فولتج بيك اب. انا عايز اقول ان السيركت بريكر بتاعي مقفول، بس التيار او ما فيش تيار كفايه ان هو يشوف فولت، ما فيش تيار كفايه ان هو يشوف فولت. مقفول جبتها ان هو عكس اللاين اند اوبن، هو مقفول عكس اللاين اند اوبن ومعاكس الاوبن بول. طب واعرف منين ان مفيش تيار؟ من الاندر فولتج. يبقى دول الثلاثه اللي لازم يخشوا. طبعا لازم معاهم ما يحصلش، لازم معاهم ما يحصلش انفرس، هو واخد من زد فور. يعني تاني الوكن فيت
اللوجيك بتاعه ايه. اللوجيك بتاعه اول حاجه ما يكونش، يكون اللاين ما يكونش ديد يعني لايف، فاهم من فين. تاني حاجه ما يكونش اوبن بول يعني برضو مقفول السيركت بريكر. اللاين اوفر فولتج بيك اب، هو عامل بيك اب على الاندر فولتج، هو عامل بيك اب على الاندر فولتج، فمعناه ان هو ايه مقفول بس في مشكله. وما يكونش، ما يكونش ريفرس، ما يكونش ريفرس. ده كده شروط الويك انفيد، ديت شروط الويك انفيد. تمام. هو طبعا يعني ما يكونش ريفرس، هو هي برضو نفس القصة. هو لو شايف ريفرس او شايف زد اتنين او شايف اي فولت هيقدر ان هو يبعت ويستقبل ويعمل كل، يبقى هو سليم. عشان كده بقول ان هو مش لازم يكون شايف اي فولت. طيب ده كده من زد اتنين، دي من زد ما يكونش شايف، قصدي زد فور. طيب ده كده الايه الويك انفيد خلاص. ده كده ايه هيبعت. طيب انا مش عايز اختبر نفس البي او تي تي في حاله الزد 2، لان هي نفس البي او تي تي العاديه، الهايبريد هي العاديه. انا عايز اختبر بس لوك ان فيد، فهروح في الهايبريد بايلوت في كنترول اليمنت، نادي الاوتر كلوجر الهايبريد ديسيبل، ادي انيبل، مفيش حاجه معمول لها. الايكو، الايكو يعني ايه، انا برسل، سيبك من الايكو دلوقتي، انا اهم حاجه عندي لوك ان فيد، لوك ان فيد انيبل. لو انيبل بس كده معناه ان هو ايه هيروح لللوجيك بتاع الاربع حاجات اللي احنا قايلينهم. لو كاستمايز، لو احنا ما خليناهوش انيبل، لو خلينا كاستمايز معناه ان هو ايه تحت اهو ويك ان فيد كونديشن هنحط شرط، لو حصل يبقى دي حاله ويك ان فيد او ديسيبل او اوف، هم دول الثلاث شروط بتوعه. طب انيبل ازاي بقى نحقق الشروط؟ طيب اول حاجه هنروح لللاين بيك اب. اللاين بيك اب هنخلي التيار بواحد، تمام، والاندر فولتج طبعا هنخليه زي ما هو ونخليه انيبل. تمام سيف كده. انا بقى انا دلوقتي عايز احقق الاربع شروط بتاع الويك انفيد. الاوبن بول ادي الاوبن بول في المونيتورنج عامل لها انيبل. انيبل يعني انا خليتها ايه بواحد وهي هناك منفية. انيبل يعني بص الاوبن بول اصلا هتيجي بصفر، يعني دلوقتي حتى لو عملتها انيبل هي هتيجي بصفر، فصفر وهي منفية تبقى بواحد. طيب ده كده الاوبن بول وده اللاين بيك اب وده الاوفر فولتج. طيب ومفيش زد فور، يبقى بس في حاجة انا لازم احقن، لازم احقن قيمة اقل من الايه من الاندر فولتج في اللاين بيك اب عشان احقق، عشان احقق الاندر فولتج، عشان احقق الشرط. كده عايزين نعمل ايه، نطلع كده من الديستانس. تمام اول بس ما يطلع نروح للكونتاكت اوبوت ونختار الهايبريد، هاي بريد بي او تي تي وبريد. انا دلوقتي هدرب من غير ما يحصل ايه اي فولت او اي حاجه بناء على لوكين فيد. هنحقن قيمه اقل من 7 من 10، 7 من 10 باليونت يعني 70% من 69 دي، هنحقن مثلا 10 3 ونشوف هي ايه هيشتغل ولا مش هيشتغل. ما اشتغلش.
احنا دلوقتي هنكمل القصة ان احنا دلوقتي حطينا كل حاجة من الشروط دي على البتاع عشان نعرف ايه فين ومن اللي بيحقق واللي مش بيحقق. الاوبريت واللاين بيك اب والاندر فولتج خلينا مع الجدات، اول 3 جدات. بعد كده نسينا طبعا ان الفورسد لازم يبقى هو كده كده كلوز، نشوف هو اساين اصلا في الهايبريد ولا لا. يعني دي هايبريد هو مش اساين، مش حاطين اصلا الارسال دي برضه كانت كونتاكت انبوت 12 اون. تمام، ده اللي في الاساسي. تمام، طيب تعالى بقى نشوف دلوقتي ايه بالظبط اللي متحقق واللي مش متحقق. تاني احنا عملنا ايه؟ بعتنا هنحقق اللوجيك من فين. اول حاجه في انا استقبلت اشاره، تاني حاجه حققت 4 شروط. اول حاجه اللاين بيك اب مش متفعل، يعني اللاين مش ديد لاين. الاوبن بول مش متفعله، الاندر فولتج موجود وما يكونش ضد 4. طيب الاوبن بول بكل بساطه هنعمل لها ديسيبل، كده احنا ما فعلناش، يبقى حققنا اول شرط. طب اللاين بيك اب هنعرف نعمل لها ديسيبل يا كمال؟ لا، لان الاندر فولتج اصلا جواها، فلازم نعمل لها انيبل ونيجي على الاندر ونحقق، يعني نطلع بقيمه التيار فوق الواحد، فبالتالي هو مش ديد، فاللاين بيك اب مش متحقق، بس ننزل بقيمه الايه؟ الفولت، فالاندر فولتج تتحقق. تمام، يعني دلوقتي نشوف بقى نحقن، واحنا اصلا جايبين قناه ايه؟ ارسال ار اكس 100 مبعوث. نشوف كده البزر جه كده، يبقى كده انا حققت الايه؟ الاربع شروط بتوع الوكينج فيه. كده حققت الاربع شروط بتوع الوكينج فيه. طيب ده كده الوكينج فيه ترب. طب تاني جزئيه بقى الارسال، الايكو نفس الـ الكلام اللي هناك في الايكو. الايكو يا اما كاستمايز يا اما انيبل. الانيبل هيقف على ايه؟ الانيبل هيقف على ايه؟ هيقف على انه ما يحصلش ضد 4، وفي نفس الوقت يكون جاي لي اشاره. يبقى انا جات لي اشاره اهي، الان ده جات لي اشاره وما حصلش ريفرس. هناك كان في زياده ان هو ايه في الايكو، ان هي جات اشاره وبيجيبها من اللاين بيك اب. لا، هنا بس الانيبل معناها ان هي ما فيش ضد 4 وجات لي اشاره، هيعمل لها ايكو على طول. فتعالى نشوف كده الكونتاكت، نحطه هنا دي او تي 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 اكس 1. تمام، ناخد الكونتاكت نحطه في الفريجه. لا انا اسف، تمام سيف. البي او تي تي اكس 1 دي البي او تي تي هايبريد. تمام، بيرميسيف الويك انفيد نعمله ديسيبل، والايكو نعمله انيبل. يبقى الانيبل هنشوف اذا كانت هي بس تجيله يبقى خلاص. التايمرات دي برضو لازم كلها تترست نفس القصة. صفر 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 كل كاونت
عاملين ايه؟ وكو طبعا واخدين كونتاكت على بازر. طيب اخر حاجه في التايمر الهايبريد هي الترانزينت بلوك باك اب ديلي تايمر والترانزينت بلوك ريسيت ديلي تايمر. الاثنين تايمر دول بيعملوا لي بلوك او بيكملوا ارسال الزد فور لو حصلت وقعدت مده ال البيك اب ديلي. يعني لو انا عندي زد فور حصل تمام وقعد مده فضل قاعد مدة البيك اب ديلي كمان هيقعد مدة الريست حتى لو هو راح فبالتالي هيمنع الإرسال خلال مدة لحد ما مدة الريست تحصل. هو أنا بيقول إنه الكلام ده هيرسته حاجة واحدة بس، إن لو زد واحد حصلت، وده نفس الكلام اللي موجود في اللوجيك. لو جه زد 4 قعد فترة البيك اب ديلي لو راح هيكمل كمان، يعني السيجنال هتفضل مكملة زمن الريسيت. فلو فضلت مكملة زمن الريسيت وانا جالي زمن زد 2 مش هيقدر ان هو يبعت الا بعد ما ايه، بعد ما يخلص زمن الريسيت. فهو هنا بيقول هنا اهو ترانزينت بلوك تمام which continue to send blocking signal for reset delay. لو هو فضل على الأقل 30، أو لو هو فضل زمن اللي هي زمن البيك اب ديلي. لو هو فضل زمن البيك اب ديلي، هو بيقول إن زمن البيك اب ديلي ده هو عبارة عن زمن الفولت في الخط، زمن الفولت في الخط اللي التالي أو الخط اللي حصل فيه أصلا ريفرس. المفروض إن هو إيه ما يتحطش أكبر منه. طب إزاي نختبر حاجة زي كده؟ هنختبر حاجة زي كده إن إحنا نعمل 3 صفحة في الفريجة. أول صفحة هيلسي، تاني صفحة دي اللي هيحصل فيها زد 4، زمن، وهيقعد زمن أكبر من زمن الديلي. تالت صفحة اللي هيحصل فيها تريب وهيحصل فيها زد 2. فبالتالي لو أنا عندي أول صفحة هيلسي بعد كده راح على زد 4 قعد فترة أكبر من فترة الديلي وحصل زد 2، يفضل إيه يعني زد 2 لو جت مش هيبعت على طول، لأن أنا دلوقتي هي موجودة في سكة سواء أنا هبعت أو هترب. يعني هي موجودة في سكة دلوقتي، احنا هنختبر في سكة الإرسال اللي هي دي الأوردي مع الهاند دي، سكة الإرسال اللي هي الـ TX. بس برضه هو موجود عن طريق الأند جيت اللي فوق دي، موجود في سكة الإيه التشغيل نفسها. يعني لو الزد فور قعدت فترة أكبر من الإيه أكبر من الديلي، لا هيبعت ولا هيشتغل إلا لما الريست يخلص. هنحط دلوقتي البيك اب بواحد والريست كمان بواحد، وهنقول مثلا إن الصفحة التانية تقعد إيه 1:50 كده، قعدت فترة أكبر من فترة الإيه الديلي. فالمفروض إن لو جه زد 2 في الصفحة التالتة ما يحصلش انستنتينيس، ما يبعتش على طول، لا يستنى فترة الريست اللي هي إيه ريستارت.
هو كده ايه؟ استنى ثانية. طيب لو جينا احنا قللنا، خلينا مثلا ثانية وعشرة، بعد انستانتينيس، بعد انستانتينيس، خلينا مثلا ثانية 25، نفضل يعني نغير في زمن الصفحة ده لحد ما نجيب الايرور بتاع التايمر. بعد الزمن ثانية 20، كده احنا بنجيب الـ الـ backup delay. جابها instantaneous يعني نعتبره ثانية 20 والـ error 20 ثانية. ده باختصار الـ transient block والـ الريستابل. لو احنا عايزين نعمله مش في الارسال، في التشغيل نفسه، احنا دلوقتي عاملين الاول بس كده، عاملين الكونتاكت اوبوت على تي اكس، عاملين الكونتاكت اوبوت على التي اكس وحاطين فيه الديت. تي اكس واحد وال الزد في الجراوند، كل الزد واحد واثنين وثلاثة واربعة، على اساس يعني ايه؟ ان انا اتأكد ان مثلا الصفحة التانية شغالة زد اربعة. لو عايزين نتأكد ممكن من مانيوال ونروح نشوف الليدات. دي كده ايه؟ زد اربعة. برضه لو عايزين نتأكد من إن الصفحة التالتة شغالة زد اتنين من مانيوال، شغالة زد اتنين، تمام. طيب لو عايزين نشتغل بدل الإرسال التشغيل نفسه، ونروح هنا ايه طبعا، نحط في السيتنج نحط في السيتنج الايه السيجنال اللي هتيجي تدرب اللي هي الار اكس. فاحنا ممكن نعمل بس هنا في بداية الصفحة دي الباينري اوت، ناخد الباينري اوت الاول هو هنا اوت، على اساس ان دي هي دي السيجنال اللي ايه، دي السيجنال اللي جايه وهتستارت من اول الصفحه اللي إيه؟ من اول الصفحه الثالثه. طيب نبتدي نشتغل نفس الطريقه، ستارت نشوف بس الكونتاكت اوت ما اشتغلش ليه. طيب احنا دلوقتي لو عايزين نجربها في سكة التريب، مش في سكة الارسال اللي هي الايه، البي او تي دي هايبريد بي تي دي او بريد، هنروح نغير الكونتاكت اوت على الاو بريد، ونروح نحط سيجنال الايه، سيجنال الاستقبال، ونفعلها من تيستينج مود فور سيت تيستينج انبوت. كده هو مستقبل الإشارة، هي نفس الصفحة، الصفحة الأولانية اللي هي الصفحة التانية، خليها 1050، التالتة لا يحصل فيها زد اتنين. ستارت. تين ستارت.
1100 يا 1050 1070 هنا ترب على دي لي بس عايز اشوف 1050 برضه 1030 1020 1010 طيب ده ريفنس كونتينوس، يعني هو ليرو ممكن يكون 15 مللي أو 20 كده. ده التايمر بتاع الترانزينت بلوك. طيب دلوقتي هنخش في البلوك، دلوقتي هنبتدي البلوك الدايركشنال بلوك. الدايركشنال بلوك كدايركشن كومبريشن بلوك سكيم ده، هنا لو جات لي بقى اشارة طبقا لللوجيك، لو جات لي اشارة بلوك، يعني لو الار اكس دي جاية اشارة بلوك، ولو حصل يعني لو انا عندي اشارة بلوك جاية، لو حصل انا عندي زد اتنين ما دربش، مش هدرب. ولو حصل زد اتنين وما جاتش، بلوك هدرب. فهنا في اللوجيك لو انا عندي حصل زد اتنين او دايركشن طبعا فورورد، هنا في نفي وما جاتش اشارة ريفرس هيدرب انستانتينس، هيدرب انستانتينس. ونفس الكلام في الارسال، لو حصل عندي زد اربعة، وما حصلش النفي اهي دي النفي، لو ما حصلش فورورد او زد اتنين هي ايه هيرسل. فدي نروح على بلوك نعمل لها انيبل في الاول، نشيل كل التايمرات دلوقتي. نحط دي اشارة البلوك خلاص في الأول، نخلي اشارة البلوك مش موجودة، ونحط في الكونتاكت اوت دايركشنال بلوك اوبريت، ده الاوت اللي موجود في اللوجيك ده. تمام، نروح نعمل صفحتين، الصفحة الأولى هنسي، الصفحة الثانية نزد اتنين. تمام، دلوقتي مش موجود أي بلوك سيجنال، فلو حصل المفروض هيتدرب انستانتينيوس. تمام، طب لو احنا فعلنا البلوك سيجنال، لو جات البلوك كده مش هيترب. ما تربش. طيب لو عايزين نفعل بقى الارسال، تي اكس انيشيت
تمام. طبعا هو هيرسل ايه لو حصل زد اربعة، حصل زد اربعة او ريفيرس، هيرسل لو حصل زد اربعة وفي نفس الوقت ما يكونش حصل ايه فورورد، تمام. هيقوم باعت اشارة للريلي التاني. هنا لازم تكون ايه دي ريفيرس، دي كده ريفيرس دوس ستارت. كده بعت اشارة للريلي التاني. طيب في برضو اخر جزئية نفس الكلام، التايمر اللي هو ترانزينت بلوك بيك اب. التايمر ده نفس التايمر اللي في البي او تي تي الهايبريد. التايمر ده كان موجود في سكه الاستقبال وفي سكه الايه الارسال، او في سكه الاوبريت وفي سكه الارسال، انما في البي او تي تي وفي البلوك ده موجود في سكه الايه، في سكه واحده بس اللي هي سكه اسف في الـ في الـ في البي او تي تي موجود في سكه الار اكس، وفي البلوك موجود في سكه التي اكس. البلوك موجود في سكه التي اكس، هي سكه واحده. الهايبريد موجود في الاثنين، موجود في الاثنين، سكه التشغيل وفي سكه الريفرس. هنا بقى بيقول انه لو حصل، لو حصل زد اربعه وقعدت فتره البيك اب، هتفضل قاعده كمان مكمله فتره الايه، فتره الريسيت. طيب هي ملهاش علاقه بالاوربت دي، يعني ملهاش علاقه، الاوربت بتاعها مش هيكون ده، الاوربت بتاعها هيكون الاسلوب ده الاند جيت دي. فالاند جيت دي بتقول انه لو حصل اهو زد 2 او فورورد، لو حصل زد 2 او فورورد المفروض يبعت ايه؟ تي اكس ستوب. تي اكس ستوب يعني ما يبعتش شرط الريفرس، هي عكس اللي بيشيت دي، لو حصل زد 4 دي، لو حصل ايه فورورد ما يبعتش، اسمها تي اكس ستوب. ف هنا طبعا لو قعد فترة البيك اب ايه يكمل الريسيت. لو رحنا عملنا البيك اب واحد والريسيت كمان واحد، هنا نعمل الصفحة التانية زد أربعة أو ريفرس، الصفحة التالتة فورورد أو زد اتنين. خلي زمن الصفحة التانية مثلا ايه 1100، بس نروح أهم حاجة نخلي الأوبوت نغيره، خليه تي اكس 1 ستوب. فهنا لو عندي زمن الصفحة التانية الريفي اللي هو الزد أربعة أكبر من البيك اب، المفروض يفضل مكمل معايا زمن الريسيت وما يبعتش الستوب إلا بعد. سبونتينيوس تبقى كبر الزمن ده، تحط بس الريسيت ايه خلي التاني وترب بعد الايه بعد السنة. شوف هو لو كان اكبر من زمن الثانية، احنا دلوقتي من عايزين نجيب الايه ده قد ايه،
ربنا 2050 2050 ستوب. يعني هو زمن الصفحة التانية المفروض يكون أكبر من زمن الإيه؟ زمن البيك أب دي ليه؟ عشان يقعد زمن الريسيت إيه؟ ويبعت بعدي. ده كده الإيه البلوك والتايمر والتايمر ده.